صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير جميع اعضاء نادي الاهلي بجميع فروعه. نتمنى لكم الصحه والسعاده دايما يا رب، وربنا يحفظكم من اي شر. النهارده يا جماعه معانا موضوع مهم جدا، وهي زي ما نقول كده قضيه كونيه عندنا في الجيمات معظمنا ومعظم المدربين بيشوفوها وبيحاولوا يصلحوها طبعا لجميع اعضاء اي جيمات، وهي الاخطاء الشائعه اثناء التمرين. النهارده اخترت لكم تمرينين هنتكلم فيهم مهمين جدا، لان هم من التمارين الكومبليكيتد، اي من التمارين المركبه المعقده اللي بتستخدم كذا عضله في تمرين واحد. اول تمرين هنتكلم فيه مع بعض هو التمرين السكوات اللي هو الدفع الكرفصاء يعني. طب احنا اولا بسم الله الرحمن الرحيم في التمرين دوت لما بنيجي نعلمه لاي حد بيجنر او مبتدئ بنحاول دايما نوقفه صح قبل ما يبدا التمرين. طيب احنا اول حاجه الناس اللي بتقفل رجليها بمستوى اقل من مستوى كتفها ده بيبقى غلط. لا، لازم اقف فتح رجلي بمستوى كتفي. ليه؟ لان ده بيدي بالانس ضد الجاذبيه الارضيه. ازاي بيدي بالانس؟ ان انا حتى وانا بلعب وشال تقل ما اروحش يمين او شمال، وده بيخليني العب باداء فعلا بيبقى اداء اصح وبيبقى اداء صحيح، وبالتالي بيبقى نتيجته على عضلات سليمه بدون اي اصابات. طب دي رقم واحد. تاني حاجه لما باجي انزل بالجلوتس او المقعده ناخدها بالمقطع العقدي واقف بمستوى كتفي زي ما اتفقنا، بحط البار، وده طبعا هنشوفه دلوقتي عملي، بحط البار وبحاول انزل الجلوتس ركبتي ما تسبقش القدمين. بنزل زي في الوضع دوت زاويه 90، ركبتي مفتوحه لبره وركبه في نفس الوقت ما بتسبقش القدمين، طالع. ولما اجي اطلع ما افردش ركبتي اعمل لركبتي بلوك، لا غلط، لازم اعمل سوفت للركبه او اللي هو انلوك، ما اقفلهاش قوي، لان انا بقفلها كده مع الوزن بتعمل التهاب للاربطه، وده بالتالي ممكن يحصل خشونه لا قدر الله او قطع في الاربطه او غضروف. فبالتالي لما باجي انزل زاويه 90 اقف سوفت وظهري مفرود، بطني مهمه جدا انها تبقى مشدوده، اطلع. ده الاداء الصحيح بتاع السكوات. طيب الناس اللي كانت بتلعب غلط هنشوف بقى الغلط كان بيتلعب ازاي. بقفل رجلي وانزل، ده يا جماعه سكوات غلط جدا. تعالوا بقى نشوف مع البار انها كانت بتلعب غلط ازاي. طبعا البار رقم واحد انا هقف بظهري، ما ينفعش احطه على رقبتي. الناس اللي بتلعب سكوات تحطه على رقبتي ده غلط جدا. ليه؟ لانك بتحطه على منطقه حساسه جدا، هو العمود الفقري، الفقرات العنقيه، وده بيعمل التهاب او ممكن لا قدر الله لو الوزن تقيل يحصل لك كسر في الفقرات العنقيه. طيب بحط البار فين يا كابتن؟ في حاجه كده بلغه الجيمات اسمها المخده، اللي هي منطقه الترابيزيوس اللي هي عضلات الترابيس. دي بتستحمل اي وزن ممكن تحطه في المنطقه اللي انا حاططها دي، اللي هي ما بين الترابيزيوس والكتف الديلتويد اللي هو الكتف الخلفي. طيب دي منطقه البار بتحط فين؟ طيب اقف ازاي بقى وانزل ازاي؟ بعمل ايه بالبار؟ اهو زي ما احنا اتفقنا، رجلي مفتوحه بتبص لقدام، رجلي مفتوحه بمستوى كتفي وبطني مشدوده وظهري مفرود. دول السبينز اللي ورا، واحد ركبتي بتبقى سوفت زي ما اتفقنا، اثنين ما بفرش ركبتي قوي، ثلاثة نظري للأمام بطني مشدودة، أربعة خمسة ستة. ده بيشتغل يا جماعة على العضلات الأمامية والخلفية. سبعة للفخدة طبعا زي ما احنا عارفين، ثمانية تسعة عشر. طبعا احنا بنشوف اصابات مهوله بسبب التمرين ده بيتلعب غلط، وبسبب طبعا ان الناس مش عارفه ايه الاداء الصح. البار بيتحط فين؟ بطني مشدوده ولا لا؟ ظهري متني ولا مفرود؟ ركبتي ازاي وضعها؟ رجلي واقفه ازاي؟ فاتح ولا قافل رجلي؟ ده بيخلينا دايما بنتمرن تمرين ضغط، وده من اخطر التمارين اللي موجوده في الجيمات، اللي لو ما كانش اتلعب صح هتحصل لي مشكله كبيره جدا بسبب. فبالتالي يا رب اكون وصلت لكم التمرين ده الصح ازاي بتاعه والغلط برضه ازاي، عشان الفتره اللي جايه في الجيم نبدا نتفادى الغلط دوت ونلعبها بطريقه صحيحه. التمرين الاخير الثاني معانا تمرين الديد ليفت اللي هو الدفعه او الرفعه الميته. برضه قاعده عندي، لازم رجلي بمستوى كتفي واقفه، باص قدامي ماسك البار بمستوى كتفي، مش عايز امسكه واسع قوي عشان ابقى كنترول على البار، او ضيق برضه عشان ابقى كنترول على البار، لا ابقى ماسكه بمستوى كتفي، رجليا بمستوى كتفي واقف كده، برضه رجليا متنيه شويه والبار ما يبعدش عن رجلي. في ناس يا جماعه بتلعب البار كده، لا غلط، البار يكون ملامس لرجلي. ليه؟ لان عشان اكون كنترول عليه اكتر حاجه، وفي نفس الوقت يبقى ماشي مع الجاذبيه الارضيه صح وما ياثرش على اللور باك اللي هي القطنيه بتاعتي. بتني رجليا سنه بسيطه واقف. مفيش حاجه يا جماعه اسمها ديد ليفت كده، غلط. مفيش حاجه اسمها يا جماعه ديد ليفت كده،
غلط. لا ديف ديتلس صحيح اهو. واحد بنزل لحد هنا بس زاوية 90. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشر. تنيت رجلي ليه؟ مفصل الركبة أنا تنيته ليه برضو معلومة لحضراتكم. أولاً أنا عزلت الرجلين خالص عن الموضوع، أنا بحاول أشغل القطنية بس في نفس الوقت يا جماعة معلومة ليكم، الهامسترنج شغالة معايا؟ أه الهامسترنج اللي هي العضلة الخلفية للرجلين شغالة معايا، ده ما يمنعش. وعايز أقول لكم الديد ليفت أصلاً من التمارين اللي بتتمرن عضلة العضلة الخلفية للرجلين، بس في نفس الوقت بشغل برضو القطنية اللي هي المنطقة السفلية من الظهر. فلازم طبعا نشتغل صح ونقف صح قبل ما نعمل اي حاجه في اي تمرين، لان الوقفه دي هي اللي تخليني بالتالي اتمرن التمرين صح. فدول كانوا اكتر تمرينين احنا بنشوفهم الفتره اللي فاتت بيتلعبوا غلط، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم التمرين الصح بتاعتهم عشان يفضيكم من اي اصابات. يا رب يحفظكم دايما يا رب. والنهارده كنت مع كابتن محمود فوكس مع النادي الاهلي مع الف سلامه.